ما بقدر اتخيل هالنهار، خاصة هالدقيقة، خاصة هالدقيقة. انفجار 4 آب، هو انا بسميه 4 آب يوم المشؤوم. هي مصيبة كبيرة عنا نحنا. بتخيلوا انا هالصورة يلي جو واقف فيها عباب العنبر، ما بقدر اشوفها، ما بقدر اتخيله. يعني كيف كان قدام العنبر، بتخيلوا كيف كان كل يوم، كيف كان كل يوم يحكي معي على طول جو. ما نشفت ولا رح تنشف. اكتر شي كان لو جو معنا بعرس خيو كنا فرحنا من قلبنا. نحنا كنا مبسوطين كتير، بس في غصة كبير. أنا بقول دولتنا بعتت ابني على الموت. بموضوع التحقيق العدلي بجريمة المرفأ، فالقاضي البيطار كان له عم يشتغل فترة طويلة، صار كل مشاكل مع المدعي العام السابق، تجمد عمل القاضي البيطار، مش أزيح، تجمد لأنه كان في بحقه دعوة من النائب العام. راح النائب العام اللي هو القاضي عويدات، اجى النائب العام جمال الحجار. نحن قبلنا القاضي حجار، ايه، القاضي بيطار لقى، وبعتقد كل الأطراف الخاصة من القضية قبلوه، كان موقفه رماد إذا بدك، بقول نحن بنعمل القانون، بس اللي حسيناه إنه راح يسحب الدعاوى. إذا القاضي سحب دعوة بحق القاضي بيطار بيقدر يرجع على شغله، بس اللي تحرك هلا بالملف هو إنه القاضي بيطار التقى هو القاضي حجار وصار مصالحة بين النيابة العامة والمحقق العدلي، وهن المفروض يكونوا جسم واحد بالتحقيق. فنحن كل شيء هلا ناطرين هو نتيجة هيدي المصالحة كيف بدها تترجم عن جد بالعملة، نقدر نطلع بقرار ظني من إيد القاضي بيطار. نائبة المحامين إلى الدور الأساسي بقضية المرفأ. النائبة هي أنشأت أول شيء مكتب الإدعاء، وهي جمعت 1200 دعوة، وهي عملت كل الشغل مع كل الانتقادات اللي كتير ناس هي بنسمعهم عم ينتقدوا لثلاث نقبة، يمكن هلا الثالث صار بهالملف، بس النائبة عاملة شغل كبير. عندنا قبل إنه القاضي الحجار يشتغل قانون مش يشتغل طائفي وسياسي.